مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الاخبار الرياضية نقدمها لكم من قناة يمن الشباب. والبداية من اهم العناوين. الوحدة والشعب يفوزان على العروبة والشرطة في دوري ملتقى الوحدة الشتوي الثالث. نادي شمسان يعين السوري ختام مدربا للفريق الاول لكرة القدم. إقامة مسابقات رياضية للخيل والهجن بمهرجان عسيلان التراثي في شبوة. أهلا بكم من جديد. تغلب فريق وحدة صنعاء على العروبة بثلاثة أهداف لهدف لحساب الجولة الأولى من دوري كرة القدم ضمن ملتقى الوحدة الشتوي الرياضي الثالث. حرز أهداف الوحدة حسين العامري وقاسم الشرفي وحمزة الريمي، فيما جاء الهدف الوحيد للعروبة عبر سمير السعدي. بهذا الفوز حصد الوحدة أولى ثلاث نقاط له في البطولة، وبقي رصيد العروبة خاليا من النقاط. ولحساب الجولة ذاتها حقق شعب صنعاء فوزا مهما بثلاثة أهداف لهدف على فريق الشرطة. شوط المباراة الأول لم يسفر عن أي هدف، وبعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني افتتح التسجيل للشعب يحيى الصوفي، إلى أن عبد الله علوش منح الشرطة هدف التعادل عند الدقيقة 51، ومع حلول الدقيقة 65 عاد ماجد عمر لإحراز الهدف الثاني له ولفريقه قبل أن يعزز التقدم على الصهباني عند الدقيقة 75. بهذا الفوز حصد الشعب أولى ثلاث نقاط له في البطولة، وبقي رصيد الشرطة خاليا من النقاط. قرر نادي شمسان تعيين المدرب السوري محمد ختام مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ووصل السوري ختام صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن قادما من دمشق قبل توقيعه رسميا لنادي شمسان. ويأتي استقدام ختام لتدريب الفريق الأول بنادي شمسان ضمن استعدادات النادي للدوري اليمني المقرر انطلاقه في شهر أبريل المقبل. وسبق للمدرب محمد ختام قيادة نادي اليرموك للتتويج بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى، كما تولى تدريب المنتخب الوطني للناشئين والعديد من الفرق اليمنية والعربية. انطلقت بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن منافسات بطولة تنس الطاولة لفئتي الناشئين والبراعم. ويشارك في البطولة 28 لاعبا في فئة الناشئين و15 لاعبا في فئة البراعم، ويمثلون أندية التلال والشعلة والجزيرة وشمسان والاتحاد والميناء والشرطة. وتقام البطولة بهدف اكتشاف المواهب في تنس الطاولة لتنميتها وتطويرها حتى تتمكن من تمثيل أنديتها والمنتخبات الوطنية بشكل أفضل في المشاركات الخارجية. الأشبال والبراعم والذي يقيمها اتحاد الطاولة للفئات العمرية من 7 إلى 14 سنة، وهذا نشاط ممتاز. أنا أتمنى بقية الاتحادات أن يتحدوا حذو اتحاد الطاولة في تنشيط هذه الفئات العمرية لتوسيع القاعدة، ونحن مستعدين في مكتب الشباب الرياضة لدعم أي فعاليات رياضية من هذا النوع لمختلف الألعاب. تغلب فريق الكرة الطائرة لنادي شمسان على خنفر أبيان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة ودية جمعت الفريقين في صالة نادي خنفر بأبيان. وتفوق شمسان في الشوط الأول ب 25 نقطة مقابل 18 نقطة، وفي الشوط الثاني تغلب شمسان ب 25 نقطة مقابل 20 نقطة. وواصل لاعبو شمسان تفوقهم في الشوطين الثالث والرابع ب 25 نقطة ل 22 نقطة و25 نقطة ل20 نقطة. ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للأنشطة والبطولات القادمة. أقيم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة المهرجان التراثي للعام الخامس على التوالي،
وتضمن المهرجان مسابقات رياضية للخيل والهجن، وإحدى أقدم الرياضات الشعبية في اليمن. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يفوح عبق التاريخ مجددا في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، حيث شهدت المديرية فعاليات المهرجان الخامس للتراث والموروث الشعبي، وذلك تواصلاً بأفراح أبناء المديرية بتحرير مديريتهم من الميليشيات الحوثية. تعبر عن تراث آبائنا وأجدادنا، وهذا بالخيول، الخيول الأصايل العربية والهجن التي كنا نعتادها ونغزي فوقها ونحمل فوقها وعايشين عليها قبل هذا الزمان. تراث آبائنا وأجدادنا اللي كانوا معتمدين عليه وعلى تراثهم، نجدد تاريخ هذا التراث لأجل أبنائنا يستفيدون من هذا التراث ويكونون على علم بأن هذا تراث أجدادهم وآبائهم وأنه لمصلحتهم وأن اللي ماله ماضي ماله حاضر. المهرجان تنوعت فقراته ما بين تقديم الرقصات الشعبية والزوامل وسباقات الهجن والفروسية، فضلاً عن إقامة قرية تراثية احتوت على نماذج من الأدوات التقليدية القديمة التي كان يستخدمها الإنسان في حقب زمنية ماضية. قدمنا القرية التراثية وبنيناها الذي تحمل أدوات منزلية قديمة، ويكون انطلاق منها انطلاق الخيل على مدى كيلو ومئتين متر، وبعده انطلاق الهجن على بعد 3 كيلو متر. تراثنا هوية وانتماء، وبه يفخر الأحفاد والأبناء تقليدا لأجدادنا، هكذا عبر أبناء عسيلان عن حفلهم. ويعد من المهرجانات النادرة للتراث على مستوى الوطن في ظل ما تمر به البلاد. هذا وقد نال المهرجان استحسان الحاضرين وممثلي المحافظة ووزارة الثقافة والعديد من المشائخ والأعيان الاجتماعية. مهرجان عسيلان الخامس للموروث الشعبي تميز بهذه الحضور الجماهيري وبهذا التحضير الغير عادي الذي أنا شخصيا فوجئت به، ولم أكن أتوقع أن يكون بهذا الزخم وهذا التحضير وهذا الجمال وهذا الحماس الغير عادي الذي تمر الذي شاهدناه في هذه الأمسية في مديرية عسيلان. مهرجان التراث في مديرية عسيلان تقليد سنوي ينظمه الأهالي بمجهود ذاتي، وذلك بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل الذي تميزت به مديرية عسيلان ولغرض تعريف الأجيال به. هذا وقد كرم الفائزون بالمسابقة بجوائز مالية وعينية. مشاهدينا، قبل الختام نترككم مع مواعيد أبرز المباريات الدولية المختلفة.
مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة.